من تل أبيب ينضم إلينا مراسل العربي أحمد داروش. أهلا بك أحمد. إذا إسرائيل أعلنت بأنها حصلت على قائمة المحتجزين المقرر الإفراج عنهم من غزة اليوم، دعنا أكثر في التفاصيل. صحيح، لكن إسرائيل تتحدث أيضا عن أن هذه القائمة فيها إشكاليات تعمل على حلها، لم توضح ما هي هذه الإشكاليات، لكن يبدو أن الأسماء التي تنوي أو تعتزم حركة حماس الإفراج عنها اليوم لا تطابق الأسماء التي كانت تتوقعها إسرائيل، لذلك هناك اتصالات جارية مع قطر ومع مصر من أجل إجراء تعديلات على هذه القائمة. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية لم يتم إبلاغ حتى الآن عائلات الأسرى الإسرائيليين بمن سيتم الإفراج عنه اليوم، لذلك وذلك بسبب الاتصالات الجارية من أجل تغيير قائمة الأسماء التي وردت. لا، من غير الواضح أو من غير المعروف ما هي المعايير التي تقصدها إسرائيل عندما توافق على قائمة أو لا توافق على قائمة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، يجب أن يكون الهدف، وهكذا يعتقد الإسرائيليون، أن الهدف هو الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة وليس عن أسرى بعينهم. هذا الأمور هو قد يثير ضغطا داخل الشارع الإسرائيلي، بالتالي سنترقب ما الذي ستسفر عنه الساعات المقبلة والاتصالات خلال الفترة المقبلة.